السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم نموذج لامتحان جهوي او نموذج للفرد خاص بالروايه ديالنا كون ديد اول اوبتيميزم، باش تشتغلوا عليه في الانتظار ان شاء الله باش نخط لكم التصحيح ديالو في القريب العاجل. غادي نقول لكم لو تيكست من اين شابيت، غنعطيكم لي كيسيون كومبريونسيون، غنخلي لكم الفرصه انكم تجاوبوا عليهم. هادشي هذا غيفيد سوى الناس تاع الثانيه بكالوريا اللي عندهم المراقبة المستمرة محسوبة والمعامل ديال الفرنسية هو 4، يعني ضروري تشتغلوا على الفروض باش تزيدوا هكا تعليو من النقطة ديال الفرنسية وتعاونوا راسكم في الوطني إن شاء الله. والناس اللي دايرين باك ليبر بيان سو خاصهم يدوبلوا هاد لي فوغ هذا باش يشتغلوا على الروايات كاملين، حيت عندهم امتحان جهوي في الأخر ديال السنة. غادي نحاول إن شاء الله نحط لكم بزاف ديال النماذج ديال الفروض والامتحانات الجهوية اللي خاصة بالروايات 3 ديال السنة الثانية بكالوريا، باش تبقاو على خاطركم وكلشي ان شاء الله ينجح ويجيب معدلات ليا مزيانه. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. بالنسبه لو تيكست ديالنا هاد البارتي هادي من لو لوندومان حتى لشاك ايفور هي النهايه ديال لو شابيتر 3 ديال كونديد اون اوبتيميزم. ومن هاد البارتي ديال كونديد حتى نو دي بونغلوز هذا جزء من لو شابيتر 4، يعني هاد الفرد اللي غادي نعطيك دابا او النموذج ديال الامتحان الجهوي مخلط فيه لو شابيتر 3 النهايه ديالو مع البدايه ديال لو شابيتر 4، يعني غتاخذ الروايه وغتلقى هادشي هذا. قرا لو تيكست على خاطرك ابخي دوز باش تبدا تجاوب على لي كيسيون دو كومبريونسيون. بالنسبه للتنقيط حاولت مع هذا اول فرد غادي نعطيكم نتعاون معكم في النقاط واحد شويه، وعطيتكم على لو طابلو جوج ديال النقاط، على العلم ان في الامتحان الجهوي كتكون عليه نقطه واحده فقط، كل خانه عليها 0.25، اما في الفرد كيعطيكم الاستاذ 0.5. غادي تنقلوا لو طابلو في الورقه ديالكم وغادي تجاوبوا على هاد الشيء هذا اللي كاين فيه، لو تيتغ دو لوفر، لو جور ليتيرير، لا دات دو باريسيون او لوتور. ويلا غلطتي في وحده من هادو حط ستيلو، سير عاود راجع المعلومات الاساسيه، ممنوع منعا باتا تغلطوا في السؤال الاول اللي غادي تمتحنوا فيه. بيان سور الناس تاع باك ليبر هاد الشيء خصكم تضبطوا. السؤال الثاني بور سيتوي لو تيكست ريبوندي او كيسيون سويفونت، هذا نوع من نوع ديال الاسئله اللي قلت لكم كيتعطى باش كتصوبوا لا سيتوياسيون دو باساج، يعني هنا ما قالش لك صوبها وسكتوا، ما يعطاك اسئله غادي تجاوب عليهم وصافي، الا جاوبتي عليهم هذيك راه هي لا سيتوياسيون دو باساج. السؤال الاول دون كيل باي اوروبي كونديد كي افي اي دي كونديد دون سو بي، يعني الناس اللي قارين القصه وعندهم فكره واخا غير على الريزومي يعاودوا يجاوبوا على هذا السؤال هذا بلا ما يقراو لو تيكست. سؤال 3 كيل اي لو بيرسوناج ديكري او ديبي دو تيكست ريليفي دو زانديس كي مونتر كي لي ديكري دو فاصون دي فالوريزونت، وقال لك جبد لي دو زانديس، يعني كل مؤشر من المؤشرات اللي غادي تجبد عليه 0.25. كيسيون نيميرو 4 Quel sentiment Candide a-t-il éprouvé à la vue de cet homme? Pourquoi Candide a-t-il reculé, effrayé, malgré l'attitude rassurante de l'homme? Bref, je vais les questions, je vais vous donner un Les phrases interrogatives et exclamatives de Candide au cours de son échange avec Pangloss expriment. غتعزل الوحده من هاد لي شوا اللي عاطين، واش ا ولا بي ولا سي، لا كيوريوزيتي اي لا جوا، لانكومبريونسيون اي لا سوربريز، لانديفيرونس اي لا كولير. غوكوبي لا بون ريبونس، يعني غتعزل وحده وغتهزها، ما تمشيش وتكتب ليا غير ا، الا عزلتي ا هزها كامله كتب هادي كامله، عزلتي بي كتبها كامله، سورتو الناس اللي عندهم امتحان جهوي. اما في الفرد الاستاذ كيتعامل معاكم، يعني الا كتبتي لي راه غير ربي صافي راه عرفتي الجواب، كيعطيك النقطه ديالك ما كيحكرش بزاف. كيسيون نيميرو 6 كيل موفيز نوفيل اتيل ابريز ا بروبو دو كونيغوند. كيسيون نيميرو 7 عندنا فيها جوج ديال لي بارتي ا و بي، لا فراز الاولى لو فونتوم لو روغاردا فيكسمون، و لا فراز الثانيه بوركوا نيت فو بلو دون لو بلو بو دي شاطو. هاد جوج ديال الجمل مالهم؟
identifier la figure de style utilisée dans cet énoncé. يعني كل واحدة من هاد الجمل هادو غادي تعطيني الفيغور دو ستيل اللي كاين فيها. Question numéro 8. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'erreur. يعني راه باين غادي تجبد هاد جوج ديال الكلمات وكل كلمة عليها 0.5. هذا هو الفرض او النموذج ديال الفرض الاول ديال الدوره الاولى اللي خاص بالروايه ديالنا كونديد اول اوبتيميزم. حاولوا انكم تقراوها، انا ديجا شارحه هاد لي شابيت، خلي درت لكم كلمه بكلمه كيف قلتوا لي. انتظروا ان شاء الله التصحيح في القريب العاجل. قبل ما تخرجوا من هاد لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين. بالنسبه للناس اللي كتسول على الانستغرام ديالي هو هذا، دخلوا اللوغو اللي كاين ديال الانستا الفوق في الفوتو اللي كاينه في القناه وغادي يديكم مباشره لهاد لاباج هادي. غتلقاوني بديت كنحط فيها فيديوهات تقريبا بشكل يومي، كنحاول انني نجاوب على لي كاسيون اللي كتخليو ليا في لي كومونتير وكنعطيكم معلومات على الروايات ديال الاولى والثانيه باك. وما ناسياش الناس ديال باك لي مره كنعطيهم معلومات اساسيه غتعاونهم في الامتحان الجهوي. غندير لكم فيها دروس ان شاء الله هاد لاباج هادي ديال لا لونغ برودكسيون اكريت، بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اللي غادي يفيدوكم غتلقاوهم فهاد لاباج انستغرام. غنحاول الجهد ديالي كامل نعاون الناس اللي كتدخل الانستغرام بلي زانفو اللي غادي يحتاجو. كنتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.